احنا كنا قادرين باش نجمو حتى نفكوا الماتش بتاعنا، لكن قلت لك فما حوايج صارت في الماتش اللي خلتنا ممكن قلقتنا شويه. هو احنا جاتنا فرص واحنا وصينا وقلنا في مقابلات كما هذه وفي كاليبر كما الملعب التونسي يجبك مش يجيك 5 أو 6 فرص، يجيك فرصتين 3 يجبك سجلوا. جاتنا الفرصة الأولى احنا كنا ممكن نحلوا بها ونتحرروا أكثر، ما سجلناش. كملنا شوط الأولاني 0-0 حاولنا، لكن بعد شوط الثاني حاولنا مشينا للهجوم حاولنا، لكن كانت أخطاء، فما أخطاء بدائية الحقيقة تكلفت لنا غالي، وصرتو كما قلت أنا مانا تلعب مع فريق محترم في الملعب التونسي مع لاعبين فيه لاعبين كبار، مانا كل ما تخطأ تتكلف لك غالي، وهذا هو اللي صار. لكن الحقيقة كنا قريبين على الأقل من التعادل، لكن هيك هي الكرة اجتهدنا، لكن يلزمنا في التريف هذه نخدموا على رواحنا ونصلحوا أكثر ما يمكن، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل خير. كنا أمل وجينا باش إن شاء الله ناس الكل باش نتعاونوا باش نخليوا الأمل هذه بحمد سوسة في الرابطة المحترفة الأولى، قاعدين نجتهدوا واللاعبين قاعدين يجتهدوا زاد رغم الهزيمة الحقيقة، ما نشكروهم وأنا نقول لهم رانا مازال عندنا الأمل ونخدموا حتى لآخر دقيقة، إن شاء الله ربي يجيبنا في الثواب، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المستقبل خير إن شاء الله.